جديد تفتح شارقة الثقافة أبوابها فيه لتستقبل أبناءها من أرجاء الوطن العربي، تسمع أصواتهم البريئة، تحتضن مشاكلهم وتوجه المعنيين للحلول الصائبة عبر البرلمان العربي للطفل، ذلك المنبر الذي لطالما دافع عن حقوق الأطفال العرب وناقش كل أمر يمس طفولتهم عبر دوراته الثلاث من خلال جلسات متعددة، إيماناً من إمارة رسخ فيها سلطان الثقافة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أهمية الرعاية والاهتمام بالطفولة، كونهم الأجيال التي تبني الأمم في مستقبل تتسابق فيه الدول لإثبات وجودها على خارطة العالم. إن رعايتنا لأبنائنا واجب وتكليف من الله عز وجل والتزام بأمننا واستقرارنا، ورغبة منا بالتفوق الإنساني أولاً الذي أعتبره جسراً للتفوق في كافة المجالات. مساء أمس الثلاثاء بدأت طائرات ضيوف الشارقة بالهبوط على أرضها لتستقبلهم قلوبنا وتصافح عقولهم النيرة ألبابنا قبل مصافحة الأيادي. مرحباً بضيوفنا الكرام، حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً، يا من يشعل وجودكم شمعة الأمل في قلب كل طفل عربي لينال حقوقه بمناصرتكم له. سعيدة حقيقة اليوم بوصولي ورفقة زملائي ممثلي سلطنة عمان في البرلمان العربي للطفل لنلتقي نخبة من أطفال الوطن العربي في هذا المحفل العظيم. نحن اليوم نلتقي في إمارة الشارقة أيقونة العلم والمعرفة لنتبادل الآراء ونتعلم مختلف المهارات من أجل إيصال صوت الطفل العربي إلى جميع الجهات المعنية. طبعا من خلال المشاركات والفعاليات التي قمنا بها في بلادنا سلطنة عمان على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، وأيضا كنت عضو في البرلمان العربي للطفل لدورته الثانية واجتزت وحصلت على شهادة الدبلوم المهاري بتقرير الامتياز. أشعر بالفخر والاعتزاز كوني أحد الممثلين للمملكة العربية السعودية في البرلمان العربي للطفل في دورته الثالثة، وسعيدة جدا بتواجدي هنا اليوم في أرض الإمارات الحبيبة للالتقاء بزملائي وزميلاتي أعضاء البرلمان العربي للطفل من مختلف الدول العربية لمناقشة قضايا الطفولة وأهم وأبرز الأشياء التي تمس الطفل في المجتمع العربي. أشعر بالفخر أني وصلت لهذه المرحلة من بيد العديد من الأطفال من مملكة البحرين، وأني أنجزت العديد من الأشياء ومنذ صغري حتى هذه المرحلة. الحمد لله دخلت مسابقة اسمها مسابقة أيسف، والحمد لله خدت فيها أول على مستوى الجمهورية تحت السن. طبعا أنا خدت كمان جائزة اللي هي برودكم مصدر. طبعا هي مسابقة أيسف في الأول كانت بتعلمني يعني حاجات كتيرة جدا عن البحث العلمي وإزاي أنت تعمل فيديو وإزاي أنك تقنع المحكم، وبرضو دخلت. طبعا أنا بشكر وزارة التربية والتعليم لأن طبعا أنا صورتي محطوطة على المنصة التعليمية، ده شيء حلو أصلا وإنجاز ليا اللي أنا محطوط صورتي على المنصة التعليمية. وبرضو خدت أول على مستوى الجمهورية في مسابقة تالنت تبع وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. طبعا مسابقة تالنت لما دخلتها الحمد لله خدت مركز أول على مستوى الجمهورية، وكمان اتكرمت برضو من وزير الانتاج الحربي، وكمان دخلت مسابقه المخترع الصغير دي سنه 2019، كنت لسه صغير يعني كنت لسه بادئ المسابقات اصلا، ما كنتش لسه دخلت مسابقات كتيره، والحمد لله خدت فيها مركز اول على مستوى الجمهوريه. ودخلت بقى مسابقه برضو كان اسمها المنتدى الافريقي، وكانت هي معموله من قريب هنا في الامارات في دبي. كانت المسابقه دي الحمد لله انا خدت مركز اول على مستوى الجمهوريه هنا في مصر، وبعد كده لما جيت هنا خدت مركز ثاني على مستوى افريقيا واسيا. من المقرر أن يشارك الأطفال العرب من أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل في أعمال الجلسة الأولى من الدورة الثالثة والتي ستعقد في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة صباح يوم السبت 25 من شهر فبراير بمشاركة 68 طفلاً وطفلة يمثلون 17 دولة عربية لبدء ممارسة دورهم البرلماني الذي سيتواصل على مدى عامين. مدرب معتمد من مركز تطوير التكنولوجي وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي وأكاديمية انطلاقة للعلوم الإدارية والبحث العلمي ومشروع روبوتاك وهو بروتوكول بين وزارة الشباب والرياضة المصرية والأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري، ومدرب معتمد من مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية. وحصلت على العديد من الجوائز والشهادات المحلية والدولية، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالبة المثالية، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية وعلى مستوى قارتي أفريقيا وآسيا في مسابقة المنتدى الأفرو آسيوي للابتكار والتكنولوجيا،
وحصلت على المركز الرابع على مستوى 25 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بطولة العالمين المفتوحة للروبوتات، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة IEEE YES IST 12، ومثلت مصر على مستوى العالم بدولة الهند، وحصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة روبو ريف إيجيبت، وإن شاء الله همثل مصر في كندا وأستراليا والمكسيك في شهر 7 و8 و9 القادمين، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة روبو تشالنج إيجيبت، وإن شاء الله همثل مصر على مستوى العالم في دولة الصين في شهر 8 اللي جاي، وأصغر حاصلة على الماجستير المهني المصغر في القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي من وزارة الشباب والرياضة. أكثر إنجازات أن كنت كان في مسابقة بالمجلس اللغة العربية، التحدث باللغة العربية، فزت فيها وأخذت فيها شهادات كثيرة منها التفوق باللغة العربية، ومثل أشياء واجد كانت موجودة بالمجلس تفوقت فيها وخذت المركز الأول. أنا مذيعة في التلفزيون المصري وصحفية بالعديد من المجلات المصرية زي مجلة سمير ومجلة نور ومجلة علاء الدين. حصلت على جائزة وحدة جديدة المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لتشجيع السيدات على تكوين المزيد من قصص النجاح، وكانت قصتي هي القصة الرابعة على مستوى الجمهورية، كمان بطلة على مستوى الجمهورية في رياضة التايكوندو. لدي إنجازات عدة ومشاركات سابقة في مسابقة الشعر العربي، وكذلك مشاركة في تحدي القراءة العربي، وأيضا لإنجازات في مجالات تتعلق بالعلوم كالرياضيات. الجلسة الأولى ستقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعد أن يقضي أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل وقتاً ممتعاً في التعرف على الإمارة الباسمة وأهم صروحها العلمية من خلال برنامج متكامل جرى إعداده ليتناسب مع منظومة التأهيل البرلماني. إنها البداية، وغداً موعد انطلاقة أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل لمستقبل واعد مشرق بهم وبهممهم، ويوم السبت المقبل ستكتب إمارة الشارقة رواية جديدة أبطالها أطفال الوطن العربي بقلم والدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وفكره النير.